نتورك ات ماي ورك بليس، وده عشان اظبط ان انا اقدر اكونكت بمكان تاني عن طريق الفي بي ان او الدايل اب. وكونكت الانترنت، طبعا كونكت الانترنت يعني لو جينا نجيلها بسرعه كده هنلاقي في ثلاث اختيارات تشوز ماي ليست، يعني انا هوفر لك مجموعه من الانترنت سيرفيس بروفايدر ده الويندوز، وممكن ابديت انا المجموعه دي بالدخول على النت. طبعا انا ممكن ما بقاش محتاج ده، ممكن اقول له انا اللي جاي لي سدهايه عايزين نستخدمها من الانترنت سيرفيس بروفايدر، او سيت اب الكونكشن مانوال. ودي بنستخدمها في الاغلب مع الدايل اب، لان البرود باند او الدايل اب او الدي اس ال مودم بيجي معاه سدهايته متوفره بتظبط لك المواضيع، فانت ما بتحتاجش تخش على الوزر دي خلاص. ولكن هو ستيل مايكروسوفت موفرها لك في حاله انك انت بتشتغل بكيبل مودم، مش لازم دي اس ال مودم، يعني موفرها لك، لان الموضوع بيبقى يعني نسبي ما بين شركه واخرى. الكونكت يوزنج دايل اب مودم، انت من هنا هتقدر تظبط الكونكشن بتاعك عشان تخش على الدايل اب مودم. واظن كلكم عملتوه. دي هنا كونكت يوزنج برود باند كونكشن، ودي هنا كونكت يوزنج برود باند كونكشن ذات اولويز اون. يعني انا طبعا بمجرد خلاص يعني هو بيظبط حاله، يعني زي ما انتم شايفين مفيش اختيارات كتيره في الاثنين دول. طيب نيجي الكونكت ذا نتورك ات ماي نتورك بليسز. انت هتشتغل ايه؟ هتشتغل هتكونكت بالجهاز اللي في الشغل دوت، بغض النظر كان جهاز او كان الموت اكسس سيرفر. انا اللي هنا اللي عايز اقوله اللي يهمني هنا، انت هتكونكت بايه؟ هتكونكت بدايل اب كونكشن، والدايل اب كونكشن ممكن يشمل الفاكس مودم وممكن يشمل اي اس دي ام كونكشن. والناس اللي ما تعرفش الاي اس دي ام، هو خلاص تقنيه كانت موجوده قبل الدي سي ال، كانت بتفيد لي في استخدام خط التليفون بان انا اقدر استخدم النت وفي نفس الوقت اتكلم في نفس الوقت. يمكن لو انت عايز بس تعرف معلومه سريعه على الاي اس دي ان هقول لك بكل بساطه. ان ده خط التليفون لو حطيناه تحت المجهر، هنقول ان الخط الشنل الصغيره دي اللي بتنقل الفويس بتاع كلامك في التليفون. الاي اس دي ان كانت فكرته اللي هو هياخد شلل صغيره تانية ينقل عليها الداتا، كانت هتوفر لي 64 كي سرعه. طبعا 64 كي يعني هو الفاكس مودم 56 كي، فاحنا لما بنيجي نقول يعني 56 كي يعني حوالي 5 كيلو بايت. هنا كان هيوفر لي حوالي 6 او 7 كيلو بايت بسرعه 64. تمام، وبكده انا قادر استخدم الداتا وفي نفس الوقت الفويس شغال بقدر اتكلم في التليفون. ده كان الاي اس دي ان. في نفس الوقت الاي اس دي ان كان موفر لي خاصيه تاليه اللي انت ممكن تشتغل على الشانل دي كمان، تستخدمها بتاعت الفويس انك انت تبعت داتا. وفي الحاله دي هتبقى احنا بنشتغل بسرعه 128، ولكن في الحاله دي انا مش هقدر استخدم الفويس خلاص لان الشانل بتاعته بقت مشغوله في نقل الداتا. فبالتالي لو انا عايز ازود السرعه في الاي اس دي ان كنت ما بقدرش اتكلم في التليفون. طبعا ببللها بنتكلم على ده، تعالوا نقول ان الدي اس ال، لا الدي اس ال قال لي خلاص ده محجوز للفويس. تمام، انت بقى يا استاذي العزيز على حسب اشتراكك 2 ميجا يبقى وفر لك الشانل دي لنقل الداتا. اشتراكك كام؟ 8 ميجا الحد الاقصى هنا عندي فوق، يبقى كل ده هيستخدم في نقل الداتا وده عندي فويس بس. دي كانت فكره الدي اس ال. اما اللي فوق ديت فكانت فكره الاي اس دي ان ببساطه. طيب هرجع هنا واقول ايه؟ اقول لك انت هتشتغل بايه؟ فلو اي اس دي ان او فاكس مودم يبقى هنظبط اللي فوق، لو في بي ان كونكشن تمام ومظبط انا الموضوع مع الانترنت سيرفيس بروفايدر يبقى هستخدم فيرتشوال برايفت نتورك. طيب زي مثلا انت هتستخدم فيرتشوال برايفت نتورك، المفروض تكتب اسم الشركه يعني عشان تبقى انت بس محدد. طيب هنا اوتوماتيكلي دايل ذيس انيشال كونكشن، هل انا هستخدم، انا هنا طبعا بيقول لي انت عندك سبيد تاتش كونكشن دي اس ال مودم، تحب هو ده اللي استخدمه في الدخول على جهاز الشركه باستخدام الفي بي ان؟ انا ممكن اقول له ممكن اقول له لا. طيب بعد كده بيقول لي حط لي الاي بي ادرس بتاع او الدومين نيم او اسم الجهاز على النت اللي انت عايز تخش عليه. فهو ممكن يبقى في جهاز له اسم على النت على فكره، وده الموضوع ده هتحسوا بيه ان شاء الله كمان 3 4 سنين لما الاي بي فيرجن 6 خلاص ينتشر، لان هو دلوقتي حاليا منتشر في بعض الدول فقط.
زي اليابان وكده، ان شاء الله الاي بي فيرجن 6 لما هيشتغل هتلاقوا ان انت اي جهاز ممكن يبقى له ريل اي بي على النت على فكره، لان هو بيوفر الاي بي فيرجن 6 بيوفر حوالي 102 مليار ريل 102 مليار اي بي ادرس، تمام؟ بيتقسموا بقى في منهم جزء ريل كبير جدا، يعني مثلا نقول 60 مليار او حاجه زي كده. الرقم ده غايبه لان انا رفعت 10 اس 38 وضربتها في 3.4، يعني لما عملته جاب 100 وحاجه مليار. الاي بي فيرجن 4 كان بيشتغل على 4 وشويه مليار، والريل بتاعه كان 250 مليون. المهم انت هنا المفروض هتكتب له الاي بي او مثلا اسم الدومين، وبعد كده نيكست، وانتهت الحكايه بكل بساطه. طب هل كان ده اللي هيصادف لي برضو لو انا كنت هخش على جهاز الشركه بالدايركت كونكشن؟ اه طبعا، اهو نفس الحكايه. طيب نرجع بقى لسيت اب ادفانس كونكشن. سيت اب ادفانس كونكشن مهمه جدا. ليه؟ في سيت اب ادفانس كونكشن انا هظبط لو انا اللي هيتدخل عليا بقى، مش انا اللي عايز اخش، تمام؟ لا، انا هيتدخل عليا. وعايز اظبط ايه؟ عايز اظبط هنا بقول له ايه؟ هنا عندي اختيارين: accept incoming connection، allow other computer to connect to this computer through internet، يعني اسمح للناس هم اللي يخشوا عليا. العكس بقى، انا في الثانيه كنت بظبط الدايلاب والفي بي ان كونكشن عشان اخش على الناس، دلوقتي دي العكس. طيب العكس هنا بقى دي مهمه، يعني فيها شويه شغل، تمام؟ واللي تحت دي بتاعت ربط جهازين بايه؟ بكابل، هنرجع لها. في الاكسبت انكامينج كولكشن لازم اللي هيخش عليا بعمل له يوزر اكونت على الجهاز ده، يعني انت هتخش عليا ثرو بقى دايل اب او في بي ان، انا لازم اظبط هنا حاجه، لازم اظبط طبعا هنا اول حاجه بظبط الخط اللي هيستخدم، لو كان فاكس مودم او دي اس ال مودم لازم اختاره من هنا، ممكن عندي اكتر من واحده. بعد كده لازم اقول انت هتخش عليها في بي ان ولا مش هتخش عليها في بي ان. في كلا الحالتين انا لو اخترت بقى انت داخل عليها في بي ان ولا داخل عليا بفاكس مودم بدايل اب مودم، سوري بدايل اب، ممكن اي اس دي ان او دايل اب مودم، يعني عشان برضو ايه فاحنا موزعينهم صح. في الحالتين انت لازم يبقى عندك يوزر نيم متظبط عندي هنا على الجهاز عشان تعرف تخش عليا. فانا اليوزر نيم اللي انا هتبقى انت عارفه طبعا انا هتشيك عليه، هنا عندي مثلا يوزرز معينين، حاجه اقول مثلا ده ووب هو اللي يقدر يخش. طيب هلاقي هنا في يوزر نيم وباسورد طبعا اللي هم بتوع اليوزر نيم دوت، لازم بقى لما انت تيجي تخش ثرو في بي ان او ثرو الدال بودم او الاي اس دي ان مودم، انت في كل الاحوال هتحتاج تكتب اليوزر نيم بتاعك والباسورد. الحاجه الثانيه خاصيه جميله جدا، كول باك. هل احنا نسمح بالو كول باك ولا الو كولر تو سيت كول باك نمبر ولا اولويز يوز ذا فولوينج كول نمبر؟ هي ايه خاصيه الكول باك؟ خاصيه الكول باك انك انت لما هتيجي تخش عليا جهازي هيروح فاصلك، اوكي، عامل لك ديسكونكت ومتصل هو بيك وعامل معاك الكونكشن. طب ايه الفكره؟ الفكره ان انا لما هتصل بيك هيبقى المكالمه على حسابي انا، على حساب الشركه لو افترضت ان ده جهاز الشركه، اوكي. دي اول واحده. تاني واحده، مش اي حد عارف ان رقم التليفون ده مرتبط او ان الجهاز ده مرتبط بكونكشن معين اي حد يقدر يتصل بيه يبقى خلاص يقدر يخش على الجهاز. لا، انا ممكن بالهنا اقول له دايما استخدم رقم التليفون اللي هو مثلا 02 كذا كذا مثلا، وفي الحاله دي انت لو اتصلت بيا او حاولت تخش على